رئاسة الجمهورية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ اللحظة الأولى، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل. استشهاد 107 أشخاص وإصابة 142 في 13 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 24 ساعة. انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس والجامعات وتستمر 16 أسبوعاً. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية وتحذيرات من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب. قطر تواجه الأردن في نهائي كأس آسيا، وجنوب إفريقيا في مواجهة مع الكونغو الديمقراطية لتحديد المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية.